سعيدة جدا بحضوري في الدورة السادسة، وأكيد هذه ماشي حضور الأول، هذه المرة السادسة وأنا حاضرة، ففرحانة بزاف ويعني فرحانة نتلقى بإخواني الفنانين وأكيد بكم. تكلمنا شوية عن الجديد الفني. الجديد الفني أغنية تجي وقولوا مرحبا بكم، أنا داعيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل غادي تكون في قاعة سيتي بالاس، مرحبا بكم إن شاء الله. إن شاء الله. مؤخرا كنشوفوا الناس بزاف كيتكلموا على الإطلالة ديال السيدة شرف الحميدة وعلى سر النحافة ديالك والجمال ديالك، كنتكلموا عاوتاني على عملية التجميل. النحافة ديالي مرة ناكل مرة ما ناكلش، مرة نغلط مرة نضعف، دابا راني زدت 5 كيلو ما شاء الله، ولكن بالنسبة لوجهي أنا كيف كنقول لكم دائما شفت حتى طريقة المكياج ما بقيتش كندير لك حل، ما درت بزاف ديال الحوايج فيها، أكيد الإنسان مزيان ولا يتهلا في راسه، غير كيف كنقول دائما إلا غيدير تجميل ما يديرش تخييم ما يزيدش. تكلمني أنا على التلقيح، واش أول حاجة أنت وقحة وشنو رأيك ديال فرض جواز التلقيح؟ شوفوا أنا مع بلادي داكشي اللي كديروا وحدة من الناس، أنا وحدة من الناس، كيفاش نخرج من الجماعة؟ اللي كيخرج من الجماعة شكون؟ الشيطان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.